الجمعية العامة لأنه الجمعية الجزء الرابع والثاني يعني مثل هذا أكثر جمعية أنا كان هنو كوطنيين كقبيلة وطنية كيسرنا ما شيء وطني كيسرنا وش ما هو وطني مولي كي على ناس وعلى وطن الحال والجدور والعيون والطرفاية والصغار والطنطان وحتى النقيب اليمين جينا باش هذا اللقاء يعني متأخر يا غير يقولوا الناس يقولوا صار خلاص استغربي يعني ما يمكن يكون مهم النواب اللي طلعوا كاملين ومش متهم جنوبية وهذا مفخرة وشرف لنا وفي نفس الوقت مسؤولية.